لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت تلك الآية الكريمة اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فسارع الصحابة وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله سبحانه وتعالى رحمة بالمؤمنين نورا من السماء، أنزل خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهنا أدركت الفرق الشاسع بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهم قوم يعيشون مع القرآن بل يحيون بالقرآن، بينما نحن بالكاد إلا من رحم ربي يقرأ القرآن ويفهم معاني القرآن. لله رب العالمين ملك السماوات والأرض، ملكا وتدبيرا وإحاطة، لا يخفى عليه شيء، فكل ما في الكون ملك له، سواء كان ملموس أم محسوس. ملموس كالكواكب والنجوم والخلائق والمخلوقات، ومحسوس كالروح والنفس. وما تظهروا مما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله يعلمه، وسيحاسبكم بما تستحقون من خير أو شر. وهنا خشي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين من الحساب على الخواطر التي تجول في النفس وهي من وسوسة الشيطان. ثم نسخت بعد ذلك بخواتيم سورة البقرة، وهذا رأي عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة
والسيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وقال البعض: بل إن الآية غير منسوخة ومحكمة، لأن الآية بها إخبار والخبر لا ينسخ. فالآية تخبرنا عن ملك الله وعلمه وقدرته. قال بذلك الرأي مجاهد وعكرمة وقول آخر لابن عباس. وهناك فريق ثالث قال إن الآية خاصة بمن كتم الشهادة في الآية السابقة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وفريق رابع قال: بل هي خاصة بمن يتولى الكافرين دون المؤمنين. والسؤال لك الآن: هل نحن محاسبون على كل خاطرة، أم أننا محاسبون على العمل والنية؟ ودعونا نأخذ مثالا. نفرض أن رجلا لا يملك طعاما ولا مالا، وجد أمامه رجل ينزل من سيارته ويتركها مدارة، فخطر في باله أن يسرقها ويبيعها ويأخذ ثمنها، فرفض الرجل تلك الخاطرة لأن الله مطلع ولأن السرقة حرام، فهل هو مؤاخذ بتلك الخاطرة؟ ورجل آخر بنفس الظروف وبنفس الموقف، فنوى وقرر أن يسرق السيارة، وتقدم إلى السيارة وركب السيارة وانطلق بالسيارة، فهل هو مؤاخذ على ما فعل؟ ورجل ثالث نوى وعقد النية على سرقة السيارة، وبينما هو يتجه إلى السيارة رأى سيارة شرطة فهم منصرفا، فهل هو مؤاخذ؟ والإجابة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. فالله عز وجل تجاوز عن الأول وسيحاسب الثاني والثالث، فيغفر لمن يشاء ويعفو عن من يشاء لمن أتى بأسباب المغفرة، ويغفر أيضا لمن يشاء أن يغفر له، ويعذب من يشاء ويؤاخذ من يشاء بذنبه الذي لم يكفر عنه، ويعذب بعدله أيضا من يشاء أن يعذبه. ولكن انتبه جيدا، المغفرة دائما مقدمة على العذاب، والرحمة مقدمة دائما على غضب الله. والله على كل شيء قدير، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. وإن قالوا لك مستحيل، قل لهم: والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.